في هذه الحلقة ودعت الأسرة الرياضية في الأردن الشيخ سلطان العدوان بعد أن وفاته المنية في أحد مستشفيات عمان. الشيخ العدوان معروف بأنه رئيس نادي الفيصلي منذ عقود طويلة، ولكنه ترأس الاتحاد الأردني لكرة القدم سابقا، وشغل أيضا منصب وزير دولة وتقلد عديد المناصب. محمد قدري حسن حضر تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير، رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس جناته. نتابع. أنا ودي انتماء ولا للفانيلا الزرقاء، مو السلطان اللي لومني في أي مدرب آخر إنه كان مفروض يكون عنده شوية أخلاق، لأنه إحنا بشريف دولي إنه قبل بشهر يبلغ النادي يقول شوفوا لكم مدرب لأني أنا تارك. مشاهدينا عبر ام بي سي قناة كل العرب عبر صدى الملاعب، نحن الآن في بلدة أشون الجنوبية هنا في غور الأردن، هنا على بعد أمتار قليلة من شواطئ البحر الميت. نشارك أسرة النادي الفيصلي، أسرة الكرة والرياضة الأردنية والعربية والآسيوية وكذلك الدولية، أحزانها برحيل واحد من أبرز رموز الكرة الأردنية معالي الشيخ سلطان ماجد العدوان رئيس النادي الفيصلي الذي توفي عن 82 عاما. فوجئنا صباح اليوم برحيله عنا، تاركه لنا امانه في رغبه كل فيصلاوي، في كل محب للفيصلي، انه يمشي على النهج الذي تاسس عليه النادي الفيصلي وان لا يحيد عن هذا النهج. طبعا احنا اليوم نفتقد رمز من رموز الاردن، نفتقد حكيم من حكماء الاردن، خساره كبيره للرياضه الاردنيه وسنفتقده لانه رجل حكيم، الله يصبر اهله. معالي الشيخ سيبقى في قلوبنا الى 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 يوم الدين. ما بنقدر نقول غير في هالايام انه رحمه الله عليه وربنا يتغمد ان شاء الله بكامل رحمته ان شاء الله. ايضا النادي الاهلي حاضر معنا كابتن محمود بهاء. الله يسعدك. اول شيء احنا ما بنحكيش غير رحمه الله على الشيخ سلطان العدوان، هو اصل الرياضه في الاردن، كمل مسيره الشيخ الله يرحمه مصطفى العدوان. اسره النادي الاهلي تنعي اداره نادي الفيصل، جماهير الفيصلي الاردن كافي، هو رحيم الوطن يعني مش بس النادي الفيصلي. أولاً رحمة الله عليه، إحنا اليوم فقدنا واحد من رموز الرياضة وأيضاً من رموزنا الوطنية. نتمنى لربنا من ربنا الرحمة لمعالي الشيخ. الحقيقة كان أخ له مواقف وطنية مع كل الأندية الأردنية ومع كل المنتخبات، وكان حريص دائماً على اللحمة الأردنية. الشيخ سلطان من المؤسسين، من رجالات البلد، من الناس اللي كدوا وتعبوا لأرفعوا اسم البلد عالي. نعزي أنفسنا ونعزي بناء الأردن الكرام ونعزي كبيرة العدوان والبلقاء عامة خاصة والأردن. الشيخ سلطان ابن الشيخ ماجد العدوان من زعيم البلقاء، والده كان الله يرحمه، وهو رجل فاضل وصاحب دين وصاحب أخلاق، كان عند متواضع ونشد في لله عز وجل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اذكروا محاسن موتاكم.